وانا عارف بانه دابا معلوم الصحه خصها تحسن، معلوم التعليم خصو يتحسن، وماشي يمكن هذه الاولويات بزاف ديال الدار البيضاء، لانه عندكم اولويات اخرى اكبر ديال التنميه وديال التشغيل. فلهذا خص الابتكار، خص الابتكار، وخصنا البرامج والسياسات العموميه ديالنا يكون فيها واحد يعني التحويل جيلي، يعني ان ترانسفورماسيون جينيراسيونال، كاع باش كدوز الى ذاتي الى ذاتي واحد المشروع خاصك تمشي به واحد 10 سنين ولا 15 عام ولا 20 عام بالنسبه للسنوات المقبله. فبلي كنقولوا الانتقال الطاقي اللي كاين اليوم في يعني في داخل الحكومه، فهو الى جينيراسيونال، يعني التحويل يعني جيلي للمستقبل. بلي كنقولوا انتقال رقمي، هذا حتى هو يعني انتقال اللي هو كبير ديال واحد المنظومه ديال بلادنا باش نمشيو لواحد المنظومه اخرى. بلي كنقولوا انتقال ديال الدوله الاجتماعيه، يعني حنا في الدوله الاجتماعيه ولكن بغينا واحد الانتقال جينيراسيونال باش ولادنا وولاد ولادنا في المستقبل ما يبقاوش يتكلموا على المشاكل ديال الصحه، وما يبقاوش يتكلموا على المشاكل اللي هي كتهم التعليم. هذه تولي حاجه اللي هي سهله.